قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا الخليل عليه السلام بيّن معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين. الركن الأول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. الركن الثاني إثبات العبادة لله وحده لا شريك له إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، حقق البراء من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لماذا قال الخليل عليه السلام إلا الذي فطرني ولم يقل مثلا إلا الله؟ قال أراد أن يبين لهؤلاء أن الخالق هو المستحق للعباد، الخالق هو المستحق للعباد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ يعني لم يخلقكم أنتم فقط، بل لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يخلق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني أراد أن يبين أن الخالق هو المستحق للعباد. الثاني أراد أن يبين لهم عجز هذه الأصنام أنها لا تخلق، إذن لا تعبد. طيب، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وجعل هذه الكلمة، إذن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. تقول أشهد يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي ألا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التخلية قبل التحلية، البراءة من الشرك وأهله. نعم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم علماءهم، يقال حبر ويقال بحر. تقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بحر، يعني تجري فيه السفن، لا، بحر من سعة العلم. اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم، أربابا من دون الله الشرك في الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية فيها الشرك في الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة في المعروف، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن لابد من الطاعة لكن في المعروف لا في معصية الله، وهذه الآية بيّنت الشرك في الطاعة. إذن الآية الأولى بيّنت الشرك في الدعاء، والثانية في الولاء والبراء والنية والإرادة والقصد، والآية الثالثة بيّنت الشرك في الطاعة، والآية الرابعة الشرك في المحبة. نعم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، الند الشبيه والنظير والمثيل، وهذا هو الشرك الأكبر. يحبونهم كحب الله،
إذن هناك من يحب الند محبة مساوية لمحبة الله، هذا هو الشرك الأكبر. وهناك من يحب الند أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم شركا. وهناك من يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الشرك. وهناك من يحب الله ولا يحب أحد مع الله، هؤلاء أهل التوحيد، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. طيب أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، محبة الملائكة عليهم السلام، محبة الصالحين، محبة كل موحد؟ محبة هؤلاء لابد أن تكون تحت محبة الله، ولا يمكن أن نرفع أحد ونجعله مساوي لله سبحانه وتعالى في المحبة، وإلا انطبقت هذه الآية: اتخذوا أحباء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن نخلص أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، والدليل هذه الآية، محبة في الله أو لله واجبة بل هي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله. من نحب في الله؟ قال: تحب العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، تحب العمل كل ما أمرت به الشريعة، الصلاة والصيام والتوحيد والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل من عمل بالشريعة وأحبهم الله سبحانه وتعالى، الأنبياء والرسل عليهم السلام، الملائكة عليهم السلام، كل موحد. أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى: رمضان، ثلث الليل الآخر. أمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى: مكة، المدينة، المسجد الحرام، جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه. من نبغض في الله؟ نبغض ضد هؤلاء، عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. إذا سألك سأل قال لك من تبغض في الله، تقول عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. عمل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى تقدم هذا الشرك أكبر وأصغر والكبائر والصغائر، نعم. وعامل كل من خالف شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس هذا الشياطين، إبليس، نسأل الله العافية والسلامة منه. وأزمنة يحتفل بها الكفار: عيد الحب، عيد رأس السنة. وأمكنة كأماكن اللهو، المنكرات، أماكن الشرك. ولهذا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت المدينة أرض وباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها أو أشد، يعني وأشد. ثم قال: وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة ميقات. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى تنتقل إلى الجحفة ولا ترتفع مثلا؟ قال: لأن الجحفة كانت أرض شرك، نسأل الله عليه السلام. هذا من بغض الأمكنة التي يحتفل بها الكفار، اجتمع فيها. نعم. قال: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المحبة خالصة. إذن القسم الأول من أقسام المحبة: محبة مع الله شرك أكبر. الثاني: محبة في الله أو لله من أوثق عرى الإيمان، لكن لا يمكن أن نرفع هؤلاء محبة مساوية لمحبة الله. يا أخواننا، أتباع مسيلمة الكذاب ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا أتباع مسيلمة؟ رفعوا مسيلمة مرتبة من؟ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا للعجب، من يرفع إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر، صح أو لا؟ مثل أتباع مسيلمة، كيف بمن يرفع يقول شمسان وغيره مرتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر؟ يكفر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ند شبيه ونظير ومثيل، كفر أكبر. القسم الثالث من أقسام المحبة: محبة طبيعية جائزة، يحب الولد، يحب الوالد، يحب الزوجة، يحب مثلا الديرة، يقول مدينتي أو كذا، بشرط ألا تقدم على محبة الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن عندنا أربع آيات ذكر المؤلف فيها رحمه الله أنواع الشرك الأكبر: شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة، وشرك في النية والإرادة والقصد. نعم.